وللحديث عن تفشي فيروس كورونا في العراق والفشل الحكومي في مواجهته ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني أعداد الوفيات في العراق جراء فيروس كورونا في تزايد، وكذلك أيضا هناك اضطراد في أعداد المصابين بعد مرور أكثر من شهر على انتشار الوباء، لكن هنا هل ترى أن الإجراءات التي تتخذها حكومة بغداد متوازية مع حجم الكارثة أستاذ حسين؟ أنا بالتأكيد هي ليست متوازية مع حجم الكارثة، سيما وأنه هناك استهتار عام يعني يقف وراء جهات سياسية زاعمة أنه كورونا لا يمكن أن يخترق العراق بحجج الاعتماد على روايات دينية هنا وهناك. نعم. أضف إلى ذلك السلطة المركزية في بغداد لم تعالج قضايا أبسط من الكورونا، فما بالك بتفشي وباء عالمي في بلد يعاني مشكلات كبرى في أزمة الإدارة وأزمة المال وأزمة الفساد وأزمات عديدة لا حل لها. طيب أستاذ حسين، يعني على الرغم من أن الحكومة تعلن عن أعداد المصابين والوفيات، لكن صحيفة الجارديان البريطانية قالت أن الأرقام الحكومية عن في موضوع أعداد الإصابات والوفيات جراء كورونا قالت بأنه غير واقعي. برأيكم لماذا تخفي الحكومة الأرقام الحقيقية للضحايا؟ يعني صدقة الجاردن البريطانية، وأنا أشك في مصادر الغرب، لأن هذا الغرب الذي أشفعنا كذبا حول يعني هل تصدق بالأرقام التي تصدرها الحكومة لا أستاذ حسين؟ لا لا، دعني أكمل. نعم تفضل. دعني أكمل. تفضل. يعني أنا لا أشك بالأرقام، لا أصدق الجاردن كثيرا ولا أصدق الحكومة العراقية أيضا، لأن الجاردن كذبت في شأن الصين وكذبت في شأن كوبا وكذبت في شأن دول عدو روسيا وكذبت في شأن قضايا عديدة في العالم. طيب. هذا الغرب فقد مصداقيته كما الدول الحليفة لهذا الغرب أو الدول التي أنتجها الغرب في بغداد. يعني الدولة في بغداد اليوم هي أحد منتجات السياسات الغربية، كلاهما يكذب وكلاهما يعني غير معني بالبشر، غير معني بالبشر. أنت ترى العالم كيف يتعامل مع كورونا، الدول التي باعت علينا الحضارة والحريات وحقوق الإنسان هي أكثر الدول تعاملت باستهتار شديد مع هذا الإنسان في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. والدول التي صورت على أنها مركزية وفاشية وديكتاتورية ولا تتمتع بالشفافية وإلى آخره من المسميات هي الدول التي اهتمت بالإنسان، وهي الدول التي حاولت أن تدافع عن العالم كوحدة موضوعية واحدة. نعم. يعني اليوم العالم تنقلب فيه الكثير من المفاهيم بسبب هذا الفيروس، بسبب هذه الأزمة والجائحة وطريقة التعامل معها. فبالتالي يجب أن ندقق يعني في كل ما ينشر ويقال هنا وهنا أو هناك، ولا ندخل الغرض ولا الخلاف السياسي أو الهوى في هذه النزاعات. يعني تعتقد أن ربما يعني الأنظمة العربية، ولكن نحن نتحدث عن النظام في العراق، هل تعتقد أن مسألة جائحة كورونا قد ربما أدخلت نوع من السياسة في هذا الوباء العالمي؟ يعني الغرب أدخلها تماما ووظفها. يعني هناك جائحة إنسانية كبرى حتى اللحظة يحاول يوظفها. الغرب اهتم في الاقتصاد قبل أن يهتم في الإنسان، وأنت تتابع ذلك. نعم. البلدان العربية هي مزيج من هذا وذاك، هي مزيج من هذه السياسات الغربية، أضف عليها ما تعاني من مشكلات الإدارة والتخلف والكذب والفردية والنظام الأنظمة يعني التي الفاسدة. طيب. لكن أنا بدي أذكر لك بلد بسيط نعيش فيه اسمه الأردن، بلد بسيط متواضع القدرات والإمكانيات، بإجراءات بسيطة تعامل مع الكورونا بشفافية عالية وتعامل معها بإدارة نسبيا إدارة ناجحة نسبيا، يعني المقاييس كلها نسبية. نعم. دافع عن نفسه بأبسط الوسائل.
يعني معظم دولنا العربية حتى الآن الكورونا هي في يعني في مراحل ما دون تسجيل الخطر الأكبر. يعني أنت ذكرت مثالا عن الشعب الأردني، حيث أنه قد امتثل للتعليمات من الجهات الصحية بالبقاء في المنزل، وأيضا امتثل لحظر التجوال، ولكن كيف تفسر عدم امتثال المواطن العراقي لموضوع حظر التجوال؟ ما السبب برأيكم أستاذ حسين؟ لأنه لا يثق في سلطته نسبيا. في الأردن هناك ثقة نسبية في إجراءات دولته، هناك يعني ثقة متبادلة نسبيا بين المواطن والسلطة. نعم، هذه النسبية متدنية في بغداد، إن لم نقل مفقودة تماما. الناس اليوم في بغداد يجب أن تعتمد على نفسها ولا ترى في السلطة يعني كفاءة لحل ومعالجة مشكلاتها. جربت السلطة في معالجة مشكلات أقل من ذلك بكثير ولم تنجح، وبالتالي كل ما يصدر عن السلطة بالنسبة لهذا المواطن في الأغلب العام هو كذب. نعم، من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان، شكرا جزيلا لكم.